يا جماعة الخير، اليوم هعمل لكم نسكافة بطريقة مرة حلوة. طبعا هذه النسكافة جديدة بدون خالية من السكر، يعني ما حنحط الشوغر، هذا السكر ما راح نحط. هنحط ايش بداله تتوقعوا؟ بس موية ونوتيلا، ملعقة من النوتيلا ولا اروع. جربوها مرة لذيذة. بس طالعوا ذوقوها، لا تفوتكم جنان. بعدين حركها بملعقة من النوتيلا فقط. تطلع قهوة من الآخر، مرة لذيذة. حركوها مظبوط طبعا عشان ما حطينا سكر، فخلاص نكتفي بالشوكليت. انا حبيت اني احط نوتيلا بصراحة، وكل واحد حسب رغبته، تقدر تحطوا اي نوع شوكليت تحبوه. انا عشان ايش ما اكل الشوكليت لوحده ويكون الكوفي فيه له سكر كمان مشكلة، فافضل زي كذا خلاص اثنين في واحد. حط النوتيلا الشوكليت حقي مع قهوة وما أضيف السكر. إن شاء الله أكون أفدتكم. يلا ندوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، من الآخر لذيذة لا تفوتكم.